استديوهات شغل هالبرشة الجديدة يا بعدي وعمل القصائد بالاسماء وانحار الحفل الذي بقصر السلام بالقصيم وفي زواج الاسعدي لا تؤخر دق طاب لون تمام شغل البرش الجديد يا بعدي وانحار الحفل الذي بقصر السلام بالقصيم وفي زواج الاسعدي لا تؤخر دق طاب لون تمام السلام عزهم يم الجدي بل مكارمهم رفيعين المقام الدخيل الله سند لي وولدي عزوتي في مدحهم زن الكلام ترحيب بهجتك جدي في زواجك يا فهد يا ابن الكرم والله انك بالقدر مثل ولدي قدر ابوك اللي فرض كل احترام ارحبوا يا ضيوفنا قاعدتي كثر من حجوا على البيت الحرام بالقريب وبالصحيب الاجودي وبالشيوخ اللي لهم قدر ومقام يا هلا يا مرحبا وهذه يدي بهن صافح من حضر لك بالسلام يا هلا ويا مرحبا وهذه يدي بهن صافح من حضر لك بالسلام شغل البرش الجديد يا بعدي وانحار الحفل الذي بقصر السلام بالقصيم وفي زواج الاسعدي لا تؤخر دق طاب لونه تمام السلام عزهم يم الجدي بل مكارمهم رفيعين المقام الدخيل الله سند لي وولدي عزوتي في مدحهم زن الكلام ترحيب بهجتك جدي في زواجك يا فهد يا ابن الكرم والله انك بالقدر مثل ولدي قدر ابوك اللي فرض كل احترام ارحبوا يا ضيوفنا قاعدتي كثر من حجوا على البيت الحرام بالقريب وبالصحيب الاجودي وبالشيوخ اللي لهم قدر ومقام يا هلا يا مرحبا وهذه يدي بهن صافح من حضر لك بالسلام يا هلا يا مرحبا وهذه يدي بهن صافح من حضر لك بالسلام شغل البرش الجديد يا بعدي وانحار الحفل الذي بقصر السلام بالقصيم وفي زواج الاسعدي لا تؤخر دق طاب لونه تمام السلام عزهم يم الجدي بل مكارمهم رفيعين المقام الدخيل الله سند لي وولدي عزوتي في مدحهم زن الكلام هم للمعروف وكف الندي ورثي رقيع بن خل وعمل ترحيب بهجتك جدي في زواجك يا فهد يا ابن الكرم والله انك بالقدر مثل ولدي قدر ابوك اللي فرض كل احترام ارحبوا يا ضيوفنا قاعدتي كثر من حجوا على بيت الحرام بالقريب وبالصحيب الاجودي وبالشيوخ اللي لهم قدر ومقام يا هلا يا مرحبا وهذه يدي بهن صافح من حضر لك بالسلام يا هلا ويا مرحبا وهذه يدي بهن صافح من حضر لك بالسلام بهن صافح من حضر لك بالسلام 5 صفحة 1 5 استديوهات